طيب احنا خلصنا مع الدكتوره نيفين وقلنا نبدا منين كان الافضل ان احنا نيجي مبنى غرف حفظ النباتات. هذا المبنى اللي يعني هو مرتبط ارتباط وثيق جدا بالشغل اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الامن القومي للنبات والامن القومي للحيوان. على فكره يعني المسميات دي مهمه قوي، ولازم نفهم ان احنا في البلد في علماء قادرين على انهم يبذلوا مجهود جامد جدا في قطاعات احنا مش واخدين بالنا منها، ولازم الناس دي تاخد حقها الحقيقه. يعني الـ 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 البنك نفسه من 2004 يعني تم انشاؤه رسميا او تدشينه رسميا زي ما بنقول من 2004. هخش اشوف جزء من عمل هذا البنك والحاجات اللي جوه دي، ازاي بتحافظ على امنك القومي النباتي وامنك القومي الحيواني. هكرر تاني، امنك القومي النباتي وامنك القومي الحيواني. لازم امننا القومي نحافظ عليه في القطاعات اللي زي دي، لان لو سيبناه كده الحقيقه في حاجات كتير جدا هتضيع ومش هنقدر ان احنا نحصل عليها. تعالوا نشوف جوه الدكاتره اخبارهم ايه وناخد جوله كده صغيره نحيط حضراتكم بها علما قبل ما نروح للحاجات الاخرى اللي بتؤكد لحضراتكم برضو ان احنا مستمرين في العمليه دي. بدانا من 2004 مستمرين إلى ما شاء الله. زي ما قلنا لحضراتكم كده في غرف الحفظ. دكتور سليمان عبد المعبود المسؤول عن غرف الحفظ، لكن وانا بكلم الدكتور سليمان انا استرعى بس انتباهي كده في زي خريطه كده هم زملائي اكيد صوروها، بس خليني برضه اقول للدكتور سليمان البنك القومي للجينات دي الخطوات الرئيسيه من اول ما بيجي لك من اول ما بنستلم العينه لحد ما بيتم عند حفظها في غرف الحفظ. احنا الصاله هنا منوط بها استقبال العينات وتسجيلها عن طريق ان انا بحط بسجل العينات باستخدام باركود. بعد كده في حاجه اسمها العينه بقى اللي هي ايه بالظبط؟ البذور. البذور البذور اللي انتوا بتدوروا عليها منوط بغرف الحفظ. حفظ البذور تمام، اللي هي الانواع اللي هي القديمه اللي ايوه مهم قوي المناطق المختلفه النادره النادرة الأنواع القديمة النادرة الأنواع اللي هي بيسموها الأنواع القديمة اللي هي بتخاف لا تنقرض. احنا بنخاف لا تنقرض طبعا. احنا بيتم حفظها حفاظا عليها من الانقراض. الله ينور على حضرتك. تمام. فاحنا من أول ما بنستلم العينات بيتم عليها عمليات ما قبل الحفظ، لأن الحفظ حفظ تحت غرف تبريد ده ليه شروط معينة. تمام. الشروط المعينة إن أنت يكون عندك أولا العينة تبقى متسجلة. تمام. ويكون معاها البيانات بتاعتها كامله. العينه دي جايه لنا جايه منين؟ التقسيم بتاعها هي تبع انهي نوع نباتي؟ تمام. ده بالنسبه للعينه وهي جايه. هنا بقى بيتم بقى تقدير فيها طبعا بتبقى العينات لازم تكون داخله لي عينات نظيفه. فلازم اعمل لها عمليه تنظيف باستخدام الاجهزه بتاعه تنظيف الحبوب. كل ده جوه البنك؟ كل ده منوط بيه هنا في المبنى بتاع غرف الحفظ. هنا كل اللي انا بكلمه كل ده مرتبط ببعضيه. البنك بس عشان المشاهد يفهم انه الموضوع او يدرك طبيعه العمل انك انت مش مجرد ان انت بتجيب بذره. لا هو البنك هو انا في الحفظ انا خلاص. بالنسبه لي كغرف حفظ مسؤول عن حفظ الموارد الوراثيه دي. البنك منوط بيه يعرف لي الحاجه دي قيمتها ايه. ايوه. هل الحاجه دي ليها قيمة في يعني مثلا في الجودة بتاعتها؟ أيوة. وده من خلال مثلا معمل الكيمياء. طب الحاجة دي أنا جمعت سي 100 أصل نباتي. الحاجة دي حاجة واحدة ولا دي أنواع مختلفة؟ تمام. بتوصل بقى للمرحلة بوصل بعد ما بعد ما قدرت بعد ما بقدر الحيوية عشان أنا لازم أحفظ لازم تكون عندي البذرة اللي بحفظها تمام حية تمام
عشان لما اجي استدعيها سواء للعمليه الاكسار او تكون البذره بتاعتها حيه. تمام. بعد كده انا ببدا اعمل عمليه تعبئه للبذور اللي موجوده عندي. انا عندي في المبنى هنا ثلاث غرف حفظ. موجب 5 وسالب 5 وسالب 20. بالنسبه للغرف الحفظ موجب 5 دي الحفظ قصير المدى. ده انا بحفظ البذور فيه من 5 لـ7 سنوات. تمام. بالنسبه للسالب 5 ده اسمه حفظ متوسط المدى. كويس. بيتم الحفظ فيه لاكثر من 15 سنه. كويس. مع مراعاة ان انا باخد على فترات عينه من البذور اللي انا بحفظها دي. تمام. واعمل لها عمليه تقدير للحيويه. حلو. في اللي عندي في سالب 20 اللي هو الحفظ طويل المدى بتوصل عندي، المفترض ان توصل الحفظ عندي لاكثر ل 100 سنه. تمام. انا في يعني انت عندك نباتات ممكن انت تحافظ عليها لمده 100 سنه؟ طبعا. انا بياكد لي الموضوع ده ان انا بعمل حاجه اسمها اختبار حيويه دوري للبذور اللي موجوده عندي. دي معلومه مهمه. البنك مهم. البنك يعني انت البنك دي معلومه وفي غايه الاهميه. البنك منوط بيه حفظ، البنك منوط بيه حفظ نبات يقعد عندك، بذور نبات تقعد عندك لمئة سنه. لمئة سنه بشرط ان انا بعمل اختبار دوري للعينه دي كل على حسب نوع البذره ولا لا، كل 5 سنين وكل 7 سنين. بسحب العينه اللي موجوده عندي في الحفظ واشوف تاثير البروده علي، البروده على يعني انت بتلاحظ كل شويه البيئه المحيطه بيها. طبعا. هل البيئه دي قادره على ان احياء هذا هو النبات؟ طبعا من شروط الحفظ. بس انت عندك امكانيه ان انت تحافظ على نبات لمده 100 سنه؟ عندي الامكانيه.